صمم برابال جرونغ فصل الربيع والصيف هن التجدد والحيوية والتحرر. وخلال عرض تشكيلته بأسبوع الموضة بنيويورك، حاول جرونغ يترجم أفكاره المتجددة بالقصات والقماش الشفاف الجريء وحتى الخلط بالألوان مثل الفيولي والأخضر. وليزيد تاتش من الغرابة، استعمل قماش الميتاليك ليضيف نوع من السريالية على التصاميم. المصمم ما تردد بتنفيذ أفكاره اللي خرجت عن الكلاسيكية، لأنه المرأة برأيه هي اليوم واثقة أكثر من نفسها. ودار هالأزياء اللي صمم لمشاهير مثل السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما والنجمة نيكي ميناج بيهدي تشكيلته لكل امرأة بتحب الاستقلالية وصاحبة الشخصية القوية واللي ما بتتردد ولا لحظة لترتدي تيابه الجريئة والأوريجينال.